السلام عليكم. إذا سألت أي شخص فقد عزيز عنده مثل أب أو أم أو أخ، إيش تربطك به الآن علاقة حالية؟ هيبدأ يسرد لك مجموعة من الوقائع والقصص الجميلة، هذه كلها نسميها ذكريات. الذكريات عبارة عن شريط من الأحداث حصل في الماضي، ونسترجعها عند الحاجة إذا تعرضنا لموقف معين أو شاهدنا صور أو حتى شمينا بعض الروائح. الذكريات الجميلة اللي نتركها لأولادنا هي بمثابة إرث، إرث غالي ممكن يرافقهم إلى مدى الحياة، ومصدر إلهام حتى في مسارهم الشخصي والمهني، ويعزز عندهم الأمان والثقة، ويخليهم ينقلوا التجارب الإيجابية مثل المحبة والاحترام والصدق والتسامح، وأهم حاجة الانتماء للعائلة. كيف نقدر نكون ذكريات جميلة عند أبنائنا؟ نقدر من خلال تخصيص بعض الأوقات للعب والقراءة ومشاركة الهوايات والرحلات، وكمان نقدر من خلال التعبير عن المحبة بشكل واضح وصريح، والتواصل العيني في هذه اللحظات مهم جدا جدا، والتصوير وتسجيل الفيديوهات في المناسبات كمان تساعد على تركيز القصص والذكريات الجميلة عند الأطفال. أنا وإنت يا صديقي بكرة رح نوصل لأعمار متقدمة، وممكن معظم اللي حوالينا رح يختفوا، ما راح يبقى لنا إلا شريط الذكريات الجميلة. شكرا على المتابعة.